وبنبدأ نشاطنا الرياضية بخبر حلو جداً إن منتخب مصر الأولمبي حصل على أعلى تقييم وفق منصة سوفا سكور العالمية في دورة الألعاب الأولمبية بعد وصوله لنصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 على حساب باراغواي. نشر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك إن منتخب مصر ثاني أعلى منتخب تقييم في أولمبياد باريس 2024 بتقييم 7.10% بالتساوي مع المغرب بعد فرنسا. فريق الكرة بالنادي الأهلي اختتم تدريباته استعداداً لمباراة المقاولون العرب واللي هتتلعب النهاردة على استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الأسبوع 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. خاض الأهلي ميرانو على ملعب التتش، وبدأ الميران بمحاضرة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق اللي اتكلم فيها عن أهمية حسم الفوز في اللقاء والتسجيل مبكراً من أجل حسم المباراة وحصد نقاطها الثلاثة. البطل المصري عزمي محلبة حقق المركز العاشر في منافسات السكيت كاسرة 121 طبق من أصل 125 بأولمبياد باريس 2024. وعمر هشام لاعب منتخب الرماية أنهى منافسات السكيت محققاً 106 من أصل 125 طبق في أولمبياد باريس 2024 والمقامة حالياً وهتستمر لغاية 11 أغسطس. انسحب السباح مروان القماش من خوض منافسات سباق 1500 متر حرة بسبب الإصابة اللي تعرض ليها في أولمبياد باريس 2024، وكان قد تحامل البطل المصري مروان القماش على نفسه في منافسات سباق 800 متر حرة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وهو مصاب في الكتف اليسرى خلال المنافسات. الاتحاد المصري للفروسية أعلن في بيان رسمي انسحاب نائل نصار من منافسات أولمبياد باريس عقب إصابة الجواد الخاص به، وكمان أعلن الاتحاد المصري للفروسية أن نائل نصار هو سادس فارس ينسحب من الأولمبياد بعد إصابة الجواد الخاص به، وده لأن اللوائح بتمنع استبدال الجواد أو الفارس. فريق مان سيتي حقق الفوز على تشيلسي بنتيجة 4-2 في اللقاء اللي جمعهم على ملعب أوهايو ستاديوم في إطار الجولة الصيفية للفريقين استعداداً للموسم الجديد 2024-2025. وفريق بايرن ميونخ فاز على توتنهام بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم على ملعب سول بكوريا الجنوبية في إطار استعدادات الطرفين للموسم الجديد 2024-2025. فريق بورتو توج بلقب كأس السوبر البرتغالي، وده بعد ما فاز على فريق سبورتينج لشبونة بنتيجة 4-3 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب أفيو ضمن منافسات كأس السوبر البرتغالي 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود دلوقتي لزميلي هنا في الاستوديو منا ومحمد عشان نكمل فقرة صباح الخير يا مصر. احنا هنكمل على كلامك يا هالة.